بديل قفشه يعني ربنا يشفيه ويرجعه، يعني اذا لم مين بديله؟ هي هتبقى طبعا هو في احيانا بيبقى ناصر ماهر، احيانا بيبقى اجاي او وليد سليمان، دول الثلاثه اللي ممكن يلعبوا في مركز 10. لو انت الكوتش تحط مين؟ لا انا بشوف طبعا، يعني انا بالنسبه لي ناصر ماهر وفي اجاي يعني هم دول الاقرب، بس انا محتاج ان موسيماني، انا سامع ان هو مش مقتنع بناصر ماهر، مش مديله مساحه في طب انت رايك ايه؟ لا لعيب كبير، لعيب كبير قوي وليه مستقبل كبير قوي، بس محتاج ياخد مساحه. هو مشكله ناصر كمان انه بيلعب في البوزيشن 10 اللي موجود فيه قفشه، وقفشه هو العقل المفكر للنادي الاهلي، يعني وجود قفشه، يعني انا مثلا قفشه مش موجود مع النادي الاهلي مشكله كبيره، هتبقى مشكله كبيره. لكن اللي يعوض غيابه مثلا ناصر ماهر، فناصر ماهر بعيد عن المشاركه بقاله فتره، فانت عشان تحطه في مباراه الترجي كمان هتبقى مشكله، يعني لو ما ظهرش بمظهر كويس، ما وفقش في المباراه دي، هتبقى ضد الولد، يعني مش هتبقى في صالحه. بس هو برضه بعيد، يعني لازم هو بعيد. يتحمل سنه بسنه لغايه لما بالظبط كده، لكن ممكن لعيب كبير زي ما انت ممكن بتقول. يبقى موجود، لكن ممكن اجايب يبقى موجود بحكم الخبرات، بحكم انت بتلعب قدام الترجي والترجي فريق كبير وعنده خبرات كبيره جدا، فانت بتلعب الخبرات، فبتلعب اجاي مثلا يبقى موجود هو وناصر ماهر، يعني تفكر في التفكير دوت، لان عدم وجود قفشه ده مشكله، محور الاداء بتاع والاستحواذ يعني والتفكير والرؤيه كمان وصناعه اللعب قفشه بشكل، بس خلينا نقول انه اي لاعب معرض انه يصاب.